وقت لأي احتفال. فرغم الحصول على برونزية كأس العالم للأندية 2021، إلا أن جدول مباريات الأهلي منذ عودته إلى القاهرة لم يترك أي مجال للاحتفالات. وبعد التعادل مع الهلال السوداني في السودان سلبية في مستهل مشوار الأهلي بدور المجموعات لدور أبطال إفريقيا، نافي حملته لاستعادة لقب الدوري المحلي بمواجهة مصر المقصة مساء الثلاثاء. وبعد المقصة يأتي الدور على صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل في دور الأبطال، ثم مواجهة جديدة ضمن منافسات الدوري الممتاز أمام فاركو يوم الأول من مارس. ونعود مجددا إلى دور أبطال إفريقيا بمواجهة المريخ السوداني الشقيق يوم الخامس من مارس قبل مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز. يليها صدام جديد مع صن داونز خارج الديار، ثم المريخ السوداني من جديد. مواجهة قوية وتوقيتات مضغوطة في رحلة المارد الأحمر للدفاع عن بطولاته ومواصلة مشوار الانتصارات.